علمونا الآباء إن مفيش خطية ما تتغفرش إلا لما نقدمش عنها توبة. أي خطية في الدنيا فيها مغفرة إلا خطية واحدة مفيهاش مغفرة، اللي هي الخطية اللي ما نقدمش عنها توبة. يعني الإنسان يفضل طول حياته لغاية لما ينتقل وهو رافض عمل الروح القدس جواه، رافض عمل التوبة. ده اللي بيسميها ربنا يسوع النهاردة التجديف على الروح القدس. يقول لنا كل الخطايا والتجاديف تغفر لغير البشر الا خطيه واحده بس، وهي التجديف على الروح القدس. ايه يا رب التجديف على الروح القدس دي؟ يقول لك هو انك ترفض عمل الروح القدس طول حياتك. الانسان دايما يكون عنده كده انذارات جواه، الروح القدس كده يزقك على التوبه، يزقك على الاعمال الكويسه اللي بيعملها. دي شغل الروح القدس في حياتنا، يفكرنا ان حياتنا مسيرها تنتهي. طب ليه ما لهاش مغفره الخطيه ده؟ تخيل كده انك انسان يعني اشبهها لكم الاول على الانجيل النهارده. كان بيعمل ايه المسيح؟ ربنا يسوع النهارده كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع شيطان، مش كده؟ وبعدين لما طلع الشيطان اللي حواليه قالوا ايه؟ فهذا ببعد زابول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. الفكرة ايه؟ إذا كانت الأعمال الحلوة الكويسة اللي باينة لكل إنها كويسة تتفهم بالعكس، يبقى مفيش فايدة. يبقى مفيش فايدة، مفيش مغفرة. يعني إنسان لو إنسان قدمت له كل الحب واديت له كل الحب وفهم الحب ده بالعكس، تقدر تعمل معاه تاني؟ ما تقدرش تعمل معاه تاني؟ لأنك قدمت له كل الحب وفهم حبك ده بالعكس. نفس الحكاية، ربنا يسوع بيديك الروح القدس يقودك في حياتك الروحية. في يوم من الأيام أنت تقول له لأ 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 لأ، هتنتقل بدون ما تكون حصلت على مغفرة. يبقى كده طبيعي، النتيجة الطبيعية للإنسان إن هو يهلك في خطاياه. الله بيتعامل معانا عشان أعرف بس مشيئة ربنا في حياتي. لأن بيقول من يسمع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. أنا عايز أعرف الروح القدس بيكلمني بيقول لي إيه؟ عايز أعرف ربنا عاوز مني إيه؟ عشان أعرف كده أعرف ربنا بيتعامل معايا إزاي؟ عشان أعرف أنا كمان أتعامل مع ربنا إزاي؟ الله يتعامل معانا من خلال ثلاث قوانين يقول لنا إيه؟ يعني تعلمنا الكنيسة كده أن الله إلهنا ضابط الكل، صانع الخيرات، محب البشر. الله ضابط الكل، مفيش حاجة بتحصل بعيد عن إيده. تخيلوا كده رئيس دولة أو رئيس مدينة والحاجات اللي بتحصل في المدينة دي ما يصحش يبقى رئيس المدينة، هو ما يعرفش اللي بيحصل فيها. ينفع تحصل أي حادثة في مدينة ورئيس المدينة ما يعرفش بيها؟ ما يبقاش رئيس، ما يستاهلش يكون رئيس. فإلهنا هو ضابط الكل، الكل مربوط في يده، الأحداث كلها مربوطة في يده. صحيح الأخبار اللي بنسمعها دي هي من صنع البشر. الناس بتعمل حروب والناس بتعمل انقسامات، لكن الله يسمح ببعضها ويستخدم بعضها. يعني يسمح بالحاجات اللي بتحصل دي بسماح، في شر، في ظلم، في اغتصاب، في أبرياء بيموتوا. الله يسمح بكده هو. وفي المقابل كمان يستخدم الأحداث دي لصالح المؤمنين. عشان كده يقول كل الأشياء تعمل معا للخير، بس لمين؟ للذين يحبون الله. كل الاشياء كل الاشياء لما توضع في ايد الله ضابط الكل تعمل للخير. القانون الثاني ان الله صانع خيرات. الله صانع خيرات، لما خلق الكون وخلق الانسان راى ان كل الاشياء حسن جدا. الله لم يخلق حاجه وحشه، ما خلقش حاجة مضرة ولا حاجة مش مفيدة. كل حاجة خلقها كانت حسنة جدا زي ما قال الكتاب. لما خلق الإنسان كانت فكرة في مخه، وابتدى عشان يوصل للفكرة دي يحط لها خطة، اليوم الأول يعملوا إيه واليوم الثاني يعملوا إيه واليوم الثالث يعملوا إيه، لغاية ما في الآخر وصل للفكرة بتاعته حق الهدف. ها؟ الله من قدر حبه للإنسان أوجده من العدم، الإنسان ما كانش موجود، لكن الله أوجده من العدم عشان يتمتع معاه ويتمتع بالعشرة معاه. الله صانع الخيرات
يشرق شمسه على الابرار والظالمين ويمطر على الاشرار والصالحين. ما لقيناش في يوم من الايام نلاقي الارض اللي فيها شر ربنا بيمنع عنها المطر. ما لقيناش كده هو. قانون الله ما فيهوش كده هو. لكن الله هو صانع الخيرات على طول. لكل بغض النظر عن الانسان كان كويس او مش كويس. الله هو صانع الخيرات. القانون الثالث، الله محب البشر. محب البشر علمنا المحبة، وأنكم قال لنا إيه؟ وصيتي أن تحبوا بعضكم كما أحببتكم. ده بيديك المثل المطلق، المثل العالي في المحبة هو حبه لينا. فعاوزنا نحب بعض زي ما هو حبنا. زي ما أنت تكلم ولادك كده تقول له تحب أخوك زي ما أنا بحبك بالظبط. يبقى أنت صادق في الكلمة وأنت بتقولها من قلبك. فعلاً الله هو يحب كل الخليقة. الله يحب الكل. بغض النظر اذا كان خاطي او قديس يحبه طالما لسه في فرصه في الحياه. يحب الكل سواء كان مسيحي او غير مسيحي. محب البشر، اسمه محب البشر. يعني بغض النظر عن طبيعه الانسان، بعض الناس يفتكروا ان الله ليه ناس وناس. يعني مثلا ربنا مثلا بيحب اصل ابراهيم ونسل ابراهيم وبقى شعب الله المختار وسبقت الارض. لكن لا، خد بالك، لما ربنا دعا ابراهيم وقال له تعالى اترك ارضك وبيتك واهلك وعشيرتك والناس اللي معاك، ابراهيم عمل ايه؟ سمع الكلام ده على طول، سمع الكلام على طول. مفيش واحد زي ابراهيم. ربنا يقول له اترك واترك واترك يقول له اوكي انا موافق. مفيش واحد ايمانه زي ابراهيم. عشان كده احنا نقول صحيح ربنا بعت الدعوه لابراهيم، بس ابراهيم اختار ربنا اكتر. لان مش عندك حريه، ربنا بيبعت لك الدعوه. ربنا مختارك، اعتبر ان ربنا مختارك، انت تقبل او ما تقبلش. ابراهيم جات له الدعوه، قبل وسمع ينفذ على طول. في نفس التوقيت كان مع ابراهيم واحد اسمه لوط. الدعوه جت لابراهيم ما جاتش للوط. يعني يقول ايه؟ ربنا كان بيحب ابراهيم اكتر من لوط، طب شوف عمل ايه مع لوط بعد كده. لما طلع ابراهيم ولوط ومشيوا، ابراهيم مدعو، واحد رايح حفله ومع دعوه، والتاني ما معهوش حتى دعوه، رايح معاه كده وخلاص. لكن ربنا محب للبشر كان عمل ايه؟ ادى لوط خيرات وسمح ان يكون لوط عنده خيرات اكثر من مين؟ من ابونا ابراهيم. لدرجه ان لما ربنا حب يهلك مدينه سدوم وعموره، مدينتين سدوم وعموره، لما حب يهلكهم ما هانش عليه يسيب اللي بيحبه ده لوط وسط الاشرار. فبعت ملكين سحبوه وبناته من وسط الاشرار. الله يحب الكل بدون تمييز. فدول الثلاث قوانين اللي ربنا بيضبط الخليقه بيهم، انه محب البشر، صانع الخيرات، وضابط الكل. ازاي انا اتعامل مع ربنا عشان احقق مشيئته؟ ازاي انا اتعامل مع ربنا؟ نقول برضو ثلاث مفاتيح: الطاعه والرضا والشكر. الطاعة، طاعة الوصية. يعني على رأي سيدنا بولس بطرس يقول لنا هو الكتاب المقدس ده هو، نقول عليه كتاب قديم ولا كتاب جديد؟ هو كتاب قديم جدا مش كده؟ لكن ينفع أقول عليه كتاب قديم؟ لو قلت كتاب قديم ما ينفعش النهارده. لكن كتاب جديد لأن كاتبه لا يقدم. روح الله القدوس اللي كتب الكتاب المقدس لا يقدم. الوصية اللي في الكتاب ده هو دي وصية تنور لي السكة. تنور لي السكة عاملة زي الخريطة، أمشي إزاي في طريق الحياة. عشان كده سليمان يقول إيه؟ الوصية نور والشريعة مصباح. الوصية دي مش قيود عليا. إذا كنت أنا مش بسمع الوصية وبكسر الوصية في حياتي، إزاي عاوز أعرف مشيئة ربنا في حياتي؟ تستغرب لما تلاقي واحد تايه مش عارف راسه من رجليه في حياته. طب ما أنت الوصية مكسورة في حياتك، عاوز ربنا يسمعك صوته إزاي؟ ما هو سمعت صوته أول مرة. يسمعك صوته مرة تانية إزاي؟ اسمع صوته في الأول، نفذ الوصية المكتوبة اللي إديها لك، وبعد كده أهو تعرف إنك تميز مشيئة الله. عشان كده الكتاب يكرر لنا جملة: من له أذنان بإيه؟ في السمع. من له أذنان للسمع. طب ما كل الأذان يا رب للسمع. في ودن معمولة عشان ما تسمعش، كل الودان بتسمع. ولكن من له أذنان للسمع يقصد ودان القلب، ودان التنفيذ. زي ما كنا بنقول ابونا ابراهيم لما
لما دعي للدعوة سمع على طول ونفذ الدعوة على طول. يمكن بعض الأشخاص يفتكروا إن الاعتراض أو إن أقول لا دي معناها نتيجة شخصية. لا، ما ينفعش. في وصية ما تتنساش، وصية الكتاب. في وصية ما تتنساش، وصية باعترافك، لأنه مش عاوز حاجة منك، هو بس أمين على خلاص نفسك. دي ما تتنساش. لو اتكسرت دي يبقى أنت كده ماشي بمبدأ خالف عشان تعرف. خالف عشان تعرف، واحد عاوز يبان ويظهر. المفتاح الثاني أو الطريقة الثانية اللي أتعامل بيها مع ربنا هي الرضا. الإنسان الراضي يقول عنه الكتاب: كل من له يعطى فيزاد. اللي عنده رضا، اللي عنده يعطى فيزاد، والذي ليس عنده واللي ما عندوش يحصل له ايه؟ يقول لك فالذي عنده يؤخذ منه، حتى لو عنده حاجه تؤخذ منه. ليه؟ لان هو مش امين على اللي عنده. انت عندك رضا، ربنا يعطيك. والاباء القديسين قديس مارس حق يقول: ما فيش عطيه ربنا ما يزودها لكش الا لو ما شكرتش. أي عطية عندك تشكر عليها ربنا يديك عليها زيادة. أي عطية فيها شكر يبقى فيها زيادة. نحكي كده عن واحدة بنت اتجوزت واحد وسافرت تتغرب لأكل العيش، يعني هي وجوزها وأخو جوزها ومرات أخو جوزها وحماتها وحماها، وسافروا ثلاث ستات وثلاث رجالة. بعد شوية الرجاله ماتوا واحد ورا واحد لاي سبب من الاسباب، وفضلوا ثلاث ستات، الحما والبنتين. بنت منهم طبعا مشيت، والبنت الثانيه قالت لحماتها: انا معاكي يا بنتي، تقعدي معايا ليه؟ انا فرحانه معاكي، انا راضيه اني اقعد معاكي. الرضا في حياتها لدرجه انها قالت لها ايه؟ شعبك يكون شعبي. هي مش من شعب الله خالص، مش من شعب اليهود، شعبك يكون شعبي، وإلهك يكون إلهي. ده انت كمان هتخش في الديانة بتاعتها في اليهودية، إلهك يكون إلهي. منين ما تروحي أروح، ومنين ما تموتي هتدفن هناك معاكي، أنا مش عاوزة أسيبك خالص. نفس راضية وشبعانة من جوه. كان إيه مجازاتها؟ رعوز ابن إكرام، رعوز المؤابية اللي ليها سفر باسمها في الكتاب المقدس. كان إيه جزاتها من ربنا؟ حد يعرف؟ إنها تكون جدة للمسيح. المسيح يجي من نسلها وتقول هي جدة للمسيح. اتجوزت واحد اسمه بوعز، وبوعز خلف واحد اسمه عبيد، وعبيد خلف يسى، ويسى هو مين؟ أبو داوود، وداوود هو جد المسيح. فصارت العروس جدة للمسيح. ليه؟ لأنها عاشة حياة رضا وحياة شكر. الحاجة الثالثة، المفتاح الثالث اللي أتعامل بيه مع ربنا هو الإيمان. الإيمان يعني إنك تحط ثقتك كلها في ربنا. تبقى واثق ان الله امين على خلاصك. ايمان يعني انت امنت ربنا على خلاصك. تقول يا رب حياتي في ايدك، انت اللي ابتديتها وانت اللي هتنهيها في يوم من الايام، بس بمعرفتك انت. اوعى تاخدني في يوم من الايام وانا لسه مش مستعد. انا عارف ان حياتي على الارض هتنتهي، لكن اوعى تاخدني في يوم وانا مش مستعد. خدني وانا في حاله استعداد. حلو قوي لما نسمع من بوق بولس الرسول يقول له: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ بولس كان انسان يهودي متعصب، مش متعصب يعني بالافكار، لما الاقي واحد بيكتب في جورنال مثلا افكار متعصبه، لا، المتعصب كان يجر رجالا ونساء الى الموت. كان يهودي وكان بيحب ربنا قوي، وشايف ان المسيحيين دول هم اعداء ربنا، فعمل ايه؟ كان يمشي ويسافر بلاد عشان يجرجر الرجاله والستات للموت، تخيل؟ ولكن ربنا بخطه معينه يظهر له، لان اللي في قلبه ده ما كانش كره للناس، ده كان حب لربنا بس مش عارف يوجهه ازاي. ربنا يظهر له ويتكلم معاه، وبولس يقول له ايه؟ ماذا تريد ان افعل؟ بقلب صافي، بنيه وبايمان صادق فعلا، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ يعطينا الله حياه الطاعه، حياه الرضا، وحياه الايمان في اسم القدوس له كل مجد.